نبدأ محفلنا بتلاوة من كتاب الله العزيز الحكيم والقارئ الحاج عبد الله سلمان العريبي، فاستقبلوه بالصلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أحسنت أبا سلمان، ووفقك المولى لخدمة الثقلين، الكتاب الكريم والعترة الطاهرة. أما الآن مع كلمة الحفل يلقيها فضيلة الشيخ مجيد التوبلاني، فاستقبلوه بالصلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونهنئكم بهذا الشهر العظيم، وهو من أشهر النور، شهر رجب المرجب الذي تصب فيه الرحمة على رؤوس العباد صبا. كما نهنئكم بهذه المناسبات العطرة في ذكر آل بيت محمد صلى الله عليه وآله. الوقفة قصيرة وسنختصر بقدر الإمكان على بعض النقاط، نقطة ونقطتين. واقعا ما أريد أن أطرحه، يمكن ما عندنا وقت للسيرة، كل الوقت ما بيتسع، وإنما هو نظرة إجمالية إلى تاريخ الأئمة عليهم السلام. هل سعى الأئمة مبحث ما زال في أقلام المؤرخين والكتاب والباحثين؟ هل سعى الأئمة عليهم السلام لتسلم الدولة
وهل سعى الأئمة عليهم السلام لأن يديروا الحكم في العالم، أم أن دورهم كان هو الدور الرسالي في الوعي وفي بناء المجتمع الإسلامي؟ لو خيرت بين أمرين لا ثالث ولا خيار ثالث لهما، إما أن تقيم كيانا سياسيا يعني حكومة دولة، أو أن تقيم مدرسة علمية تستطيع من خلالها أن تبث الوعي في الأمة، أيهما تختار؟ ما يمكن الجمع بينهما. الأئمة سلام الله عليهم اختاروا أن يقيموا فكرا ومدرسة علمية، لماذا؟ لأن أي كيان سياسي مهما كان قويا، هذا تاريخ، سنن تاريخ، أي كيان سياسي، أي دولة مهما كانت قوية فإنه في نهايتها لا بد من نهايتها يوم، لا بد أن تنتهي. حتى دولة رسول الله عليكم السلام، ساكم الله، حتى دولة رسول الله صلى الله عليه وآله حكمها رسول الله وأحكمها، وما إن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله إلا والدولة شنو انتهت، تفتتت، دمرت، وأصبحت ملكا بعد ملك. هل هناك كيان سياسي على مر التاريخ استطاع أن يحتفظ بنفسه ومنتهى؟ مهما كانت هذه الكيانات السياسية قوية، أهل البيت عليهم السلام لهم الرئاسة من الله، الخلافة من الله وليس من البشر، ومع ذلك لم تطاوعهم الظروف الموضوعية التي عاشوها، لم تطاوعهم في إقامة دولة هم يحكموها، فعاشوا حالهم حال أي رعية أخرى، ولكن حاولوا أن يمارسوا الدور، دور البناء الفكري في الأمة. ما يمكن أن يلاحظ في تاريخ الأئمة وفي تاريخ التشيع هو أن مذهب أهل البيت عليهم السلام كان في تاريخ الأئمة ما زال طور الإنشاء، قيد الإنشاء. يعني إحنا نسمع بعض المؤرخين يقولون إن الإمام الحسين سلام الله عليه قتله من أهل الكوفة، يعني من هو أهل الكوفة؟ يعني شيعته، مو هذين اللي عاش بينهم الإمام علي ودخل إياهم حروب؟ وهو بالفعل يعني الذين خرجوا لقتال الحسين معظمهم من الكوفة، يعني مو جايبينهم من برا. حتى الشاميين الموجودين إن وجدوا فهم أقلاء، مستوى قلة جدا، هم أهل الكوفة بالفعل، هم الذين قتلوا الحسين. لكن الذي نختلف مع المؤرخين فيه هو أن أهل الكوفة كانوا شيعة. لا، ما كانوا شيعة، لأن التشيع عندنا رأيين، تشيع أمران، التشيع خطان، معنيان. مرة يكون التشيع تشيع عقائدي قائم على أسس عقائدية، ومرة يكون التشيع تشيع سياسي. شلون التشيع السياسي وشلون التشيع العقائدي؟ التشيع السياسي هو تشيع أهل الكوفة وغيرهم، إنما بايعوا عليا مو على أساس أنه خليفة الله في أرضه، ما قالوا هالحكي، ولا على أساس أنه إمام معصوم، لا، على أساس أنه قائد سياسي خرج ضد معاوية، وهم ضد معاوية، ما يبون معاوية ولا يبون بني أمية، فصاروا مع علي. ولو خرج واحد، لو طلعوا الزبير حمل الراية في الكوفة لكانوا معه، أي واحد بيطلع بيكونوا معه، هذا كديدنهم أهل الكوفة. فما كانوا يدينون لعلي بولاء عقائدي. بيوتات التي كانت تدين لعلي بولاء عقائدي في الكوفة كانت بيوتات معدودة على الأصابع، معروفة، بعض بني أسد وبعض كذا هذا لين، وأما الباقي كلهم فهم كما وصفهم الفرزدق، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. هذا متشيع،
نعم أهل الكوفة قتلوا الحسين ولكنهم ليسوا بشيعة، وإنما خرجوا مع علي لأنهم قائد سياسي، وخرجوا في فترة من الفترات مع الإمام الحسن لأنه قائد سياسي. ولو الحسين استتب له الأمر أيضا في الكوفة يمكن يبايعونه، ولكنه على أساس أيضا سياسي فهم ينفر. لو كان أهل الكوفة مع علي عقائديا كان من رفعوا المصاحف على أسنة الرماح، جاءوا قالوا لي يا علي كيف نقاتل مسلمين؟ قال هؤلاء ليس مسلمين، هؤلاء هذه مكيدة. ما رضوا ما قبلوا، لأن ما يعيشون حالة الولاء العقائدي. متى صار ولاء عقائدي صحيح بني على صحة؟ بعد واقعة عاشوراء. في ليلة العاشر من المحرم يقف الحسين ليضع فاصلا بين الولاء السياسي والولاء العقائدي. هذا الليل قد أقبل، قد أرخى سلوله، فاتخذوه جملا جميلا. من يريد أن يقاتل معي من أجل الدنيا، يعني قتال سياسي من أجل منصب، يتفضل. ومن أراد أن يقاتل معي من أجل الولاء العقائدي فإني ملاق حتفي في هذه الأرض. وضع الفاصل النهائي. لذلك بعد واقعة عاشوراء ما تجد ناس متمصلحين حول الأئمة، ما تجد جيش عند الإمام الباقر ولا جيش عند الإمام الصادق مثل ما كان عند الحسن ومثل ما كان عند علي بن أبي طالب، لأن خلاص أصبح بعد ذلك من يبايع الإمام الباقر سلام الله عليه شيعي عقائدي، مو مصلحة. وهكذا استمر الأمر. هذا الذي وضع له أهل البيت، وهذا الذي عمل له الأئمة عليهم السلام، بدءا من الإمام زين العابدين أسس مدرسة في مسجد رسول الله، ثم الإمام الباقر، وتكلمنا البارحة في الجمعية عن دور الإمام الباقر في هذا المجال، ثم جاء دور الإمام الصادق، واستمر إلى أن جاءت حالات من الضيق على التشيع مثل في فترة الإمام الهادي. فكان خيار أهل البيت عليهم السلام هو عدم اللجوء إلى القتال المسلح من أجل تسلم الدولة. ما حد منهم المتوكل، أنا في صراع مع الوقت واقع، المتوكل يبعث إلى يحيى بن هيثمة يقول لي روح إلى بيت الإمام الهادي وتشوف لي الأخبار، الأجواء ويش صاير هناك في المدينة، شنو منزلة الإمام الهادي في المدينة؟ يقولون يجمع سلاح، يقولون عنده خلايا، روح شوف ويش السالفة. فذهب إلى المدينة المنورة، ما شاف شيء، ما شاف أي نشاط، لم يكن الإمام حتى يتقدم جماعة، ما عنده شيء، ما هنالك إلا مناظرات، محاورات، أشياء فكرية علمية. قال ما يصير ما في شيء، إمام والمفروض أنه مفترض الطاعة، ساكت كذي. هجم عليه في الليل في بيته، خفافيش الليل، هجم عليه في البيت، فلم يرى في البيت سوى مصحف وسجادة الصلاة، حتى أنه تأثر ورق قلبه وبدأ يرق إلى أهل البيت، وأرسل إلى المتوكل قال ما شفنا الرجال، ما عنده شيء. وبالفعل تحصل التهمة التي يتهم بها أئمة أهل البيت هو أنهم يسعون إلى تسلم السلطة، وهذا مو موجود. ليش؟ لأن الإمام يعتقد أنك تبني ثورة فكرية أفضل لك من أن تقيم ثورة سياسية أو ثورة عسكرية. هذا المذهب الشريف العظيم لو كان كيانا سياسيا على مر التاريخ لانتهى، مثل ما انتهت الدولة الأموية كيان سياسي، مثل ما انتهت الدولة العباسية. الدولة العباسية من 132 هجرية إلى 656، خمسة قرون انتهت. دخلوا العرب الأندلس قعدوا فيها 8 قرون، وطلعوا من الأندلس ما تركوا في الأندلس إلا خطوط نقوشات وعمارة، فن عمارة فن معماري إسلام بس، راحوا بناية هنا وطلعوا.
ما بنوا حتى حضارة ولا سووا شيء ولا غيروا هوية هذا البلد 8 قرون. لو كان التشيع بهذا المستوى ككيان سياسي لانتهى، ولكن كان التشيع فيه قال الباقر وقال الصادق وقال الهادي، فلذلك بقي على رغم الصعوبات. ما في مذهب تعرض إلى مضايقات وشدائد مثل ما تعرض إليه هذا المذهب. بقي هذا المذهب ويبقى هذا المذهب، وبقي سنوات يمارس دوره في الحياة من دون أن يكون له دولة تمثله أو كيان سياسي يمثله. هذا هو هذا المذهب، هذا الذي أسس له الإمام والأئمة عليهم السلام. إذن الأئمة سلام الله عليهم أجمعين كانوا يسعون من أجل بناء كيان فكري، هذا الذي ينبغي أن نواصل هذا الدور. لذلك اختار الإمام الباقر أن يفتح مدرسة حوزة، واختار الإمام الصادق أن يفتح حوزة، واختار الإمام الهادي على رغم المضايقات من المتوكل ومن 5 خلفاء عاصرهم استطاع أن يدخل في محاورات وحوارات فكرية من أجل أن يقيم الحق وأن يدعو إلى الحق. هذا هو كان ديدن الأئمة عليهم السلام. أنا أعتذر إليكم لأن وقتي جدا ضيق، وإن شاء الله بإذن الله نخدمكم في وقت آخر، وصلى اللهم على محمد وآل محمد. نشكر سماحة الشيخ على مشاركته القيمة ونتمنى له الموفقية والسؤدد. مسك الختام المولد والجلوات وفرقة جلوات توبلانية فليتفضلوا محفوفين بالصلوات على محمد وآل محمد. نهنئكم أيها الأحبة بميلاد الإمامين، الإمام محمد الباقر وعلي الهادي عليهم أفضل الصلاة والسلام، ونسأل الله أن يعيدنا وإياكم على مثل هذه الليالي والأيام ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ثانية غفر الله لكم. تعجيل مولانا صاحب العصر والزمان ولشفاء المرضى ولفتح كل أسرى ثالثة بأعلى أصواتكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الكل كاشخ بسمة بوجه الجميل، هذا بدلة وذاك ثوب وغترة، والتهاني للرسول يقدمون بمولد الهادي سليل العترة، والشفاعة يترقبون يدخلون الجنة باسم الزهرة. وليه بغيتوا ينفتح باب الجنان، صلوا على المختار طه وآله. اي والله بهالمسرية متحير أنا، بهالمسيح والله متحير أنا. الساعة
السماء تضوي وشع من هالسنة، ويوم تلك وراء شفت العجب ايه، ويوم جيت تلك وراء ايه، ويوم جيت تلك وراء شفت العجب الكورا كنها عروس مزينة ايه، وادخل الماتم وادخل الماتم وتشوف الكل سعيد. ليش الكل سعيد؟ قال لأن هادي الآل شعشع نورا. وين ابو محمد؟ يا المحب اسمع، يا المحب اسمع نصيحة محب، ابو محمد عند لكم دعوات يقول لكم صلوا على هادي النبي، وبالحكي مو بالكتيب الصلوات. اعيدها ابو محمد لو ما اعيدها. يا المحب اسمع نصيحة من محب، أبو محمد عند لكم دعوات يقول لكم صلوا على هادي النبي، وبالحكي مو بالكتيب الصلوات. نفسي لذكر اسم المعتضى طربت، والنام صرت اخلاصي دمعجب، رضعت ثديي الولا من حرة نجبت، لا عذب الله أمي إنها حب الوصي وغذتني باللبن. دنيا من غير الصلاة على النبي دنيا ظلام، ولسان من غير الصلاة على النبي باطل كلام. تدري شنه يميز الشيعي إذا جت قيامة؟ الصلاة على النبي وآل العلامة. أديم الصلاة على النبي محمد، أديم الصلاة محمد، فقبولها حتما بدون تردد، أعمالنا بعد
بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. وسلم 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 أنا انطر روح لأحبابي وسلم وصافح راحتي بجفهم وسلم يا رب العرش صلي وسلم إيدك فوق على المختار ولا بكل مسيا على المختار وكل مسيا على المختار وعلى المختار اي والله ولا انا اجينا الليله نجدب ولا انا ما نتخلى عن هالولا انت ولا انا لان كل ناصبي ما يسوى ولا انا يلا ايدك فوق حبيبي حطاب يصباح الى النار الا ضياء حطاب يصباح الى هلا حطاب يصباح الى النار الا ضياء حطاب يصباح الى فرحنا 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 بمولد الباقر وسرنا فرحنا بمولد الهادي وسرنا وعلى نهجة رعرعنا وسرنا هو يعرف ظاهرنا وسرنا هدفنا خدمتي أولاد الزكية صلوات تعالوا يا شيعة نعلن الفلفا تعالوا يا شيعة نعلن الفرحة تعالوا إلى اللي على البشر كلهم تعالوا وفوا السعد علي تعالوا جمعنا مولد الهادي سويا جمعنا مولد الهادي سويا جمعنا مولد الهادي سويا جمع يا علي لقضاء حوائجكم واستجابة دعائكم وتقبل أعمالكم صلوا على محمد وآل محمد يا الله أوديك العلي بن أبي طالب عدت حاجة ويا علي ويجاز يقضيها لحاجتك إن شاء الله يقول له ضاق بك الوقت بس الخدا حلبة لو ضاق بك الوقت بس الخداح الباب المثل قال الفرج من الباب لل الفرج المثل قال الفرج من الباب للمحراب ما خاب كل من قصد حيدر علي ما خاب لأن علي هو الذهب والناس كلها
لنا علي هم والذهب والناس كلها أعلى أعلى لنا علي يا علي يا علي يا علي لنا علي هم والذهب والناس كلها صل على المصطفى تتفتح الأبواب صلوات بارك الله بيكم بارك الله بيكم يلا أشوف ارفع ايدك فوق حبيبي بارك الله فيك اللي عنده حاجة يرفع ايدك فوق أشوف يلا شيعة موالين ارفع ايدك فوق حبيبي بالسما لاح أحلى مصباح بالسما لاح أحلى مصباح يا هلا يا هلا يا هلا بالهادي يا هلا يا هلا يا هلا بال بالسما لاح أحلى مصباح هلا بالسما لاح أحلى مصباح يا هلا يا هلا يا هلا بال هلا يا هلا يا هلا يا هلا ايدك فوق حبيبي بالسما احلى ارفع ايدك فوق جاسم هلا بالسما احلى مصباح يا هلا يا هلا يا هلا بالها هلا يا هلا يا هلا يا من تشعشع جلقمار الله الله من تشعشع جلقمار الله الله من تشعشع جلقمار يحلى هالليل السمار الشمس طلعت بالسماء من إجاب فاطمة من إجاب فاطمة يا هلا يا هلا يا هلا هلا يا هلا يا هلا يا هلا الله محلى هالولد الله الله نور والطينة شهد الله الله ابن حماي الحماه الله الله الملايك تخدمه الله الله الملايك تخدمه الله الله يا هلا يا هلا يا هلا بالهادي يا هلا يا هلا يا هلا بالهادي بالسما لاح احلى مصباح هلا بالسما لاح احلى مصباح يا هلا يا هلا يا هلا بال يا هلا يا هلا يا سيد على هالأمام سيد على هالأمام الله الله باب من باب الكرام الله الله باب من باب الكرام الله الله يا نجم له اكتبي الله الله روح من طه النبي روح من طه النبي الله 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 بالسما لاح أحلى مصباح هلا بالسما لاح أحلى مصباح يا هلا يا هلا يا بالهادي يا هلا يا هلا يا هلا بالهادي ها أخوتي ها ارفع ايدك ها يلا كواري ها عدنا الشوق مل الشوق وينك سيد الباقر جينا للمدينة زحوف لكن حاير زاير لا قبة على تلفلاك
لا هو ضريح ولا حاير. ها اختي ها عمي ها ارفع ايدك ها شباكك صدري خليته شباكك شباكك صدري خليته شباكك صدري خليته شباكك صدري خليته. انا ما اعرف اقرا في مولد وما اذكر ابو فاضل. تحلل لا بدون ابو فاضل. ابو فاضل فتح حوزن الرايد واحساس. ابو فاضل فتح حوزن الرايد واحساس. مرجع صاير للغيرة ترجع لجميع الناس. إذا رايد حسين تصير كون تقلد العباس. إذا رايد حسين تصير كون تقلد أخوتها للعباس. ها ويلبسك عباس عمامة 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 وأخوتها أموالها. علي الهادي أملنا ويا فخرنا هلا بميلادك التمام فرحنا فرح اليوم وتفاخر شعبنا. وها خوتها ها عمي الهادي علمك يغنينا يا الهادي علمك ويا الهادي علمك يقضينا يا الهادي علمك يقضينا. بعد جاب عن العباس بعد لازم احنا بعد نجيب عن العباس بعد. يلا ها خوتها ها عمها واخر هوسها تسايل منه هاللي يرفع الكاس ومنه بالبطولة يرفع الرأس. بطولة كربلاء وصاحبها بطولة كربلاء وصاحبها عباس. وها خوتها ها عمها من قايل لك توقف صوبة من قايل لك من قايل لك من قايل لك توقف صوبة. نروح عند الأمير نروح عند الأمير علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب برد عليه بالك من يمسك ضيم تنهار ويرك حالك حتى لو كنت بالصين اصرخ يا علي دخيلك. ليش يحط الغيم يمرجنيك والحضرة علي شيلك. يحط الغيم يمرجنيك والحضرة علي شيلك. ها اخوتها العلي بن ابي طالب ها وبحضرة حدر محلولة وبحضرة حدر